الفجيرة. الفجيرة، رئة الإمارات كما سماها مهندس المستقبل وربانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله، فهي التي تنام على حافة البحر، شاهدة أبدية على عمق التاريخ وغنى التراث. في كل ركن وزاوية تجد لها قصة ملهمة تمثل التزاماً جاداً تجاه الإنسان، وأنموذجاً شاملاً يلعب دوراً محورياً في تعزيز قدرات أبناء الإمارة، ويحقق الرؤية الوطنية التي ستكمل من خلالها الإمارات السبع مسيرة التنمية للعقود القادمة بإذن الله. وبفضل جهود رجالاتها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله وولي عهده سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، تحولت الفجيرة إلى ثغر باسم للإمارات ومفردة نابضة في معجم التاريخ والطبيعة البكر والشموخ في وجه التحديات. ففي السنوات القليلة الماضية شهدت الفجيرة تسارعاً تنموياً ملحوظاً، وركزت خططها الشمولية على مواكبة النمو الحضري والحفاظ على طابع الفجيرة وتميزها وتعزيز النمو الاقتصادي للإمارة وتوجيه الاستثمارات بما يساهم في تحسين حياة المواطنين والمقيمين على أرضها المعطاء. أما الحداثة فملموسة في إنجازات الإمارة العديدة في مختلف المجالات، وذلك من خلال منظور خطة الفجيرة 2026 التي تتناول مستقبل المدينة من عدة محاور، من أهمها المنظور الاقتصادي والذي يجعل المدينة محوراً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه، ومن منظور الحوكمة الرشيدة باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ الأمن والنظام. وهناك المزيد، إذ باشرت فرق العمل في تنفيذ هذه الرؤى السامية كان لابد من الالتفات إلى جوهر العملية كلها، فكان تأسيس مشروع خبراء الفجيرة خبير إكس ضرورياً، والذي يركز على المواهب الوطنية في الإمارة ويعمل على إعداد القادة المحليين وفق أعلى المعايير العالمية من خلال شراكات استراتيجية مع خبراء عالميين ووفق أنموذج الإمارات للقيادة المستقبلية. نؤكد اليوم أن إمارة الفجيرة حققت قفزات كبيرة من أهم القطاعات التي تدعم نهضة الدولة ونموها على مستوى الأفراد. فالقادم أجمل، فخطط التغيير وضعت بتوجيهات القيادة السامية يرافقها الطموح العالي للانتقال باليوم إلى غد سمته العالمية، التغيير الجذري الذي سيطال كل القطاعات بتفاصيلها الدقيقة والكبيرة بسواعد أبناء وبنات الإمارة. فهذا واقع جديد لا يخلو من تحديات كبيرة، إلا أننا تعلمنا من قادة مسيرة المستقبل أن المستحيل الوحيد في التجربة الإماراتية هو وجود المستحيل. نحن نفخر بالإنجازات التي حققتها الإمارة حتى الآن، ونطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل. فهذه الفجيرة حيث تتجسد الرؤية المستقبلية للتميز.